لي نحكي ونواصل متابعتنا لسعادة أنديتنا التونسية لعودة البطولة بعد ما خلينا عديد الفرق. اليوم باش نعرف آخر أخبار نادي حمام الأنف واستعداد الفريق لعودة البطولة مع المدرب الأول للفريق سامي القفصي. كوتش أهلا بيك. مرحبا بيك سلام، مرحبا بمستمعين إكسبريس إف إم خويا. شنو أحوالك؟ شنو الأمور كوتش؟ والله الحمد لله سلام، أنا مرتاحين وان شاء الله ربي يسهل نرجع نعمل ريبريز نتاعنا نتاع ليزونترينمون ان شاء الله. علاش كوتش موقفين التمارين ما رجعتوش؟ والله شوف في البلانيفيكاسيون اسلام عملنا احنا ممكن كنا مع جمعيات الاولانيين اللي عملنا ريبريز 28 جوان وانا في بتيت ريبريز باش شفت انا ليفيكتيف شفنا الانفراستركتور نتاع الجمعيه وانا في باتري دي تيست او نيفو تكنيكو تكتيك ودي تيست فيزيك باش وقفنا ليفيكتيف افيك لي ريكروتمون وانا ديسيدي مع سي عادل دعداء رئيس نتاع الجمعيه مع توخير نتاع الشامبيونات باش تكون ريبريز نتاعنا لو دو اوت بدو واخرنا بور لو 9 اوت ان شاء الله عملنا امتي روتار دون سومين ان شاء الله. دونك ترجعوا الجمعه الجايه ان شاء الله نورمالمون لو 9 اوت سيتي بروغرامي لو 2 لو اوت يعني زدنا واخرنا بجمعه اخرى. علاش كوتش التوخيره هذه؟ ولكن ما تعرف كيما تعرف ناس كل الوضع الوبائي في البلاد ما فما حتى شيء واضح تو حاليا فهمت حتى صحيح الفيدراسيون هبطت منشور على اساس البدايه نتاع البطوله باش تكون في اخر شهر سبتمبر بقينا احنا كيما قلت لكم عملنا في 3 سمان دو دونترينمون دونك حتى الاولاد عملنا ان جروب على الواتساب قاعدين يترينيو عن بعد فهمت حتى اللي نشوف الرؤيه نتاعنا في المستقبل القريب شو اللي باش تكون واضحه فهمت سير. لكن فما جمعيات رجعت معناها رغم اللي كنت تحكي عليه الظروف اللي تحكي عليه. صحيح فما جمعية رجعت تبقينا كيما قلت لك احنا هنا تي بروميير ايكيب اللي رجعنا لو 28 جوان بالضبط فهمت عملنا كذا جماعات نتاع تدريبات صباح وعشيه وعملنا بلانيفيكاسيون فهمت من بعد مع التوخير نتاع الشامبيون كيما تعرف ما نجمش انا جو تامي مثلا بريباراسيون نتاعي لو 2 اوت ولا قبل 2 اوت باش نكسر عجوليات نجم نعمل ايبويزمون فيزيك ولا حتى ايبويزمون مونتال اسلام. دونك تشوف انه الفتره هذه من 9 اوت حتى انطلاق البطوله اخر سبتمبر كافيه للفريق؟ هو بارتي من نفوت حتى شدات اللي حتى سي وديع نتاع ريبريز تكون 7 سيمين فهمت 7 سيمين سي لارجومون سوفيزون مع لي زونترينمون عند بعد قاعدين يقوموا بهم الاولاد اللي ماهمش مقصرين اللي قاعدين كل يوم نتابعوا فيهم اترافير لي فيديو لعبتوا فيهم والبروجرام اللي عاتين بي بي بريباراتور فيزيك ماهمش مقصرين كيما تعرف الناس الكل سانتيفيكمون بارلون يلزمك ما بين 6 و8 جماعات نتصور حتى كي باش نروحوا لو 9 اوت يكونوا 7 جماعات كافيه باش نكونوا حاضرين ان شاء الله لبدايه البطوله ان شاء الله. المقابلات الوديه برمجتوا مقابلات ولا ما زلتوا؟ لا كيما قلت لك اون شانجي بروغرام كيما قلت لك بكري نورمالمون سيتي لو 2 اوت دونك اون فان نوفو بروغرام لي دات نتاعنا عطيناهم باش نلقاو عندنا برشا طلبات نتاع برشا فرق كيما تعرف الناس الكل قاعده تلوش في لي ماتش اميكو. Et on sera, on a fixé les dates, on va voir les adversaires internes. Hatta le stage, on l'a fixé, il sera du 19 août, hatta le 27 août, Inch'Allah, il viendra. Bah, en fonction, c'est un programme variable. Il y a un peu de temps à faire ça, il y a un peu de temps à faire la planification interne. Akid, tu as les ظروف الصحية اللي صار في البلاد, d'accord? صحيح ظروف الصحية والتوخير نتاع الشامبيونات كيما تعرف يفوش بريباري بالكدا ويكون واحد سيرتو مونتالمون خاطر التوخير نتاع الشامبيونات باش تكون ممكن مباريات كيما عملنا الموسم الفارط 4-1 دونك سافا تخي بيزون نيفو مونتال لازم واحد يتريف بالكدا ويحضر بون بلانيفيكاسيون باش يلقى روحو كور لا سيزون مرتاح و افيك لو موندغ بيبان فيزيك ولا لا قدر الله حتى نيفو دي بليسيور فيزيك. اكيد بالنسبة للإفكتيف حددتوا حاجياتكم سي سامي؟ صحيح احنا كيما قلت لك اسلام احنا في لي 3 سمان نتاعنا احنا في دي ريكروتمون تو قعدت بتاتر ولا دو بوست اللي باش كيما الناس الكل تقول العصفور نادري نجم يعاون حامل فانا في دي ريكروتمون ونا ريكروتي بيفو اللي هو امين شيخ من الكوت ديفوار ونا ريكروتي جو دو كولواغ اللي هو كوجا ابراهيم زيد كيف كيف من تشاد ان الجيريان اللي لعب في دوزيام ديفيزيون نتاع ريبوبليك تشيك اغون طارق وفما موسى كمارا كيما تعرف ناس كل اتاكون دو بوانت ولا ريكروتي باش تقعد من بعد نشوف تعرف انت ديما لي ريكروتمون راه واحد لازم يتريف علاش قلت لك انا جي روبخي تخي تو لا بريباراسيون نتاعي باش خذيت فكره شامله على الفريق ولا يو كالكو ديبار نتاع دي جوار كادري دي جوار اللي لعبوا في حمام كو سوا السيزون اللي فات ولا حتى اللي قبل جي بروفيتي دي سي 3 سمان خدمنا برشا عملنا ريكروتمون نتاعنا لي تيست وقفنا تو ليست نتاع الجولات اللي موجودين على ذمه الفريق فما 33 لاعب ان شاء الله كيما قلت نلقاو شي ولا دو جوار نجموا يدخلوا في ليفيكتيف نتاعنا اللي هو ليفيكتيف نتاع حامل محترم او نيفو تكنيك وتكتيك. في لي بوست شنو اللي حاجتكم بهم لعبوا زوز؟
انا توا كيما تعرف الناس الكل كيما تحضر جمعيات الكل كيما واحد باش يلعب لو ميركودي ديمونش لازم يكون عنده افكتيف متكامل اللي لازم على الاقل في كل بوست عندك دوبلور ان شاء الله. احنا او نيفو دو لاكس سنترال نلقاو شي ان بون ديفونسور اكسي ان جوور دو كولوار هذوما لي دو بوست اللي قاعدوا بوتيتر كيما قلت بكري واحد يلوج فريمون لو جوور اللي باش يكون اتي لو بلوس المجموعه اللي موجوده. اكيد كوتش قبل ما تم في العقد حددتوا الاهداف مع نادي حملان في الموسم القادم، شنو الهدف اللي حددتوه؟ صحيح الهدف مع سي عاد باش نكونوا في مرتبه مشرفه ونرجعوا المكان نتاع حملان في الرابطه المحترفه الاولى في الجماليه نتاع اللاعب كره قدم في الستيل دو جو المعروف بها لعب لي باس كورت ونقدموا مباريات ممتازه وشفتوا انتم حتى عملوا النادي حملان مع النادي الافريقي في مباراه الكاس قدمت مباراه باهيه وذاك الكاش نتاع حملان فان شاء الله السنه في ريبريز نتاع البريباراسيون والشامبيونات تكون حملان ترجع للصوره اللامعه نتاعها اللي كانت في الرابطه المحترفه الاولى ان شاء الله. ايضا كوتش اللي كنت ثالث تجربه بعد سليمان والسي ا بي تجربه جديده ليك في نادي حملان، شنو تستنى منها؟ كما كل تجربه واحد يحاول يحط الاكسبيريونس نتاعه يحاول يحط الافكار نتاعو لو بلون جو يتماشى مع الامكانيات نتاع المجموعه هذه يمشي درجه درجه بعد الحق بعد الخروج من نادي رياضي بنزرتي تلاقيت برشا عروض من برشا جمعيات سواء في تونس ولا حتى خارج تونس تبقينا عندي بلون كارير نتاعي قاعد نخمم باش نمشي درجه درجه نحكي مع بابا برشا اللي هو انا نونسيان بريزيدون في مازبورغيبه نحكيو برشا سبور كما قلت بلون كارير نتاعي واضح ما نحبش احرق المراحل بشويه بشويه وعندي زوبجيكتيف بيرسونيل نحب ناخذ لهم ان شاء الله. ان شاء الله يعطيك الصحة كوتش بالتوفيق ليك ان شاء الله والنادي حملنف. عايشك مرحبا بك اسلام ومرحبا بالناس الكل. شكرا. دونك كان معنا سامي القفصي مدرب نادي حملنف، حكينا على عودة الفريق للتدريبات باش تكون ان شاء الله يوم 9 اوت اخر اخبار الفريق الانتدابات كذلك الملاعبين باش تغادر تقريبا اكد سامي القفصي انه تم تقريبا حصر الافكتيف ملاعبي ولا زوج جددوا